لهامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تأتي قمة صوت مصر كشريك أساسي في هذه الفعالية الكبرى بالتعاون مع أم بي سي الأمل كشريك إعلامي استراتيجي بهدف تحقيق رؤى الدولة المصرية في عمليات التنمية. اختارت جامعة الدول العربية قمة صوت مصر لتكون شريكاً لها ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث تعتبر هذه القمة منصة فعالة لطرح قضايا التنمية بجميع جوانبها. بدأنا في تفعيل معنى قمة مصر أو معنى النيشن براندنج، أو إن إحنا يكون لنا صوت ويكون لنا هوية ويكون لنا زي ما تقولي شخصية قائمة على الريادة والقيادة والابتكار. وتعاوننا مع جامعة الدول العربية، الحقيقة اختارتنا نكون شريك ليها علشان نقدر ان احنا نسوق او نوظف معنى التنمية المستدامة. يأتي دور أم بي سي الأمل كشريك استراتيجي إعلامي لقمة صوت مصر، حيث خصصت جلسة كاملة لمناقشة دور الفن والترفيه في توعية المجتمع بقضايا التنمية لما له من تأثير إيجابي كبير في هذا الشأن، بالإضافة لدور الخدمات الرقمية لمجموعة أم بي سي في المساعدة للوصول إلى العالم الرقمي ببساطة ودون تعقيد. احنا النهاردة موجودين كأم بي سي الأمل وكشريك استراتيجي إعلامي، الحقيقة لأن التنمية المستدامة اللي هم 17 هدف مهمين جدا ما نقدرش نسكت عليهم خلاص، لازم ان احنا نسلط الضوء على التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت نسلط الضوء على المفاهيم الغلط في مجتمعنا العربي اللي نقدر ان احنا نصلحها، ويبقى عندنا مشوار جميل بناء كله أمل للشباب اللي هو الحاضر والمستقبل. دور الإعلام ودور الفن في تغيير المفاهيم القديمة والخطأ مهم جدا. احنا دلوقتي عندنا التلفزيون بيتفرج عليه كل شخص أو كل فرد في العيلة من أول الجد لحد الحفيد. لا شك إن مجموعة أم بي سي تلعب دورا محوريا في الشرق الأوسط، ونحن سعداء بالمشاركة في هذا الحدث الكبير من خلال أم بي سي الأمل، ونحن نسعى دائما لخلق تأثير عميق من خلال الخدمات الرقمية، حيث أن أم بي سي لديها منصة كبيرة وهي شاهد دوت نت، ويتم من خلالها استعراض المحتوى البرامجي، ولدينا الملايين والملايين من المستخدمين يوميا. مناقشات جادة يتناولها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تتميز بتعدد القضايا والمحاور مع استضافة الخبراء والمختصين لتسليط الضوء على خطط وتحديات المستقبل. هويدا يحيى، أم بي سي مصر.